لايككم وان شاء الله تكونوا تمام وانتم عم تحضروا فيديو جديد على قناه شيرو ما في غيره. يس فيديو اليوم يا جماعه شو هالطخور؟ شو عم يصير بغرفتي؟ شو هالطخور؟ مستحيل شبك انتي برو؟ انتي تمام حالفة يعني قبل ما تروحي على دبي لازم تعملي شيء بحالك؟ ها؟ رح اعمل لك سحر. شو هالسحر هذا؟ سدرا بس سؤال قوي، انتي شلون مستحملة اخواتك هدول؟ وين راحت؟ شو باشيرين؟ ما بعرف. شلونك؟ شبك يا زلمه؟ ليش مزعوج متضايق وشك ما عم تفسر؟ شو في خير؟ شيرو الشغل دابحني. ليش؟ عم روح من الصبح للمساء ما عم لحق، عم يجي نص الشهر عم تلاقيني مفلس من الفواتير ومن ال... خليها لربك يا زلمه، خليها لربك. يلا يلا بتهون بتهون ان شاء الله بتهون. اسمع خيو انا رح اساعدك، حلك عندي. شو بدك تساعدني شيرو؟ انا كمان كنت نفس الشيء بس لما شفت اوكتا اف اكس كوبي تريدينج ما كنت ابدا متوقع انه هالشيء يتحسن انه يصير مصدر دخلي. اوكتا اف اكس كوبي تريدينج؟ ايه اوكتا اف اكس كوبي تريدينج، هذا برنامج تستثمر فيه مصاري تشتري اسهم باسهم. بس نفس الشيء ما عندي وقت اقعد عليه، هاي برنامج بدك تقعد عليه المفروض. شوف اوكتا اف اكس هو برنامج للناس اللي ما عندهم خبره بالاستثمار بالاسهم، لذلك في البرنامج هذا في شيء اسمه بروفيشنال ماستر تريدرز. ماستر تريدرز؟ هذول هن المستثمرين المحترفين، يعني كل اللي انت لازم تعمله تنزل البرنامج هذا تعمل كوبي لصفقات اللي هن عاملينها وتبلش انت تربح مصاري. طب شو اللي بيضمن لي انه هاي الصفقات رح تكون رابحه؟ سؤال حلو. الضمان هو انه هن كمان عندهم دافع لحتى يعملوا صفقات مربحه، يعني اذا مثلا عملوا لك صفقه رح ياخذوا قسم صغير كثير من المربح اللي عملوا لك، يعني انت بتاخذ اكبر قسم وهم بياخذوا قسم كثير بسيط، لذلك من رح يشتغلوا كثير منيح لحتى يعملوا لك ارباح. طب سؤال، هلا انا شلون في اعمل هذا الكوبي للماستر؟ شوف هاي قائمه بالماسترز الموجودين، مثلا هاي انت بتنقي اكثر واحد عامل ربح، اكثر واحد شغله كثير منيح، فبتختار وبكل بساطه بكبسه زر واحدة بتعمل كوبي للتري تبعه وخلصنا، مسترخي ومصراطك بيجوا لعندك وانت قاعد ما عم تسوي شيء. يعني في كذا واحد؟ في كذا واحد. ايه طيب شيرو، كم اقل مبلغ فيه يبلش فيه؟ اوكي هلا شوف، انا بلشت $25 بس حسب الماستر اللي انت رح تختاره، لانه كل ماستر منهم في عنده حد ادنى. طب تعال خليني انزله معناتها. واسمع، اذا بتستخدم اللينك تبعي اللي موجود بصندوق الوصف تبع هالفيديو بيطلع لك 50% اكسترا على اول ايداع بتحطه انت بالبرنامج، يعني اذا حطيت $100 رح يصيروا $150. لسه احسن واحسن. وانتو كمان هالبرنامج ممكن يكون نقطه تحول بحياتكم، فلذلك اذا كنتوا عم بتتابعوا الفيديو هذا كسروا اللينك الموجود تحت صندوق الوصف، نزلوا اوكتا اف اكس كوبي تريدينج، كمان رح تحصلوا على 50% بونس على اول ايداع رح تحطوه بهذا البرنامج. يلا شريكم نسهر. لا حبيبي انا باي باي، بدي اقعد على البرنامج اتعلم عليه لانه برنامج اسطوري. لا نلعب لعبه سدرا. شو هاي بالله مروحه بتطير؟ بتطيري فيها؟ اوكي سو انا قررت العب لعبه مع الشير قبل ما بلش كل التحدي. بدي فرجيهم هاي. إلسا، شو بتطلع إلسا؟ واو شو حلوه طلعت. شو هاي؟ نارين. هاي نارين. بطلع اولوف. هاي نارين. شو سو اللعبه هي اعمل لك هيك. اوكي سو اذا انا بعمل هيك وانت بتخاف لازم انا اضربك كثير قوي، اذا انت بتخوفني وانا ما بخاف انا بضربك. قربي يعني هذا بس انا عم باكل ضرب. واذا انا انت بتخوفني وانا بتحرك انت بتضربني. يلا اوكي رح اعمل سحر. نارين اجت بسحرة. يلا واحدة في تحت ليمونة وبطاطا، واحدة ما في تحت بطاطا. اوكي هلا رح انقل البطاطا هاي لهون وهي حتكون فاضية. ايه ما صدت لي محل الكاسات. لا ممنوع. رح اقرا سحر. المسو المسو بي اتمنى امنية، لانه اذا انتقلت حتتحقق. تنتقل؟ اوكي. Two thousand years later. شوف هذا حالي له. تقلت. اثنين، ثلاثة. واو! شوف هلا. هلا أصعب بار إلنا نرجع. يلا. هلا في احتمال. أنا فكرت عم تمزح بس شو هاي؟ مستحيل. أوكي هلا لمسوها بس من قلبكم. وقت أنت شفت أنا شفت. يلا. يلا. هلا كثير صعب، في احتمال ما ترجع، اذا ما رجعت في احتمال نارين تختفي. في احتمال انا اوكي من قوه السحر. انا ماسكه بطاطا بتطلع. يلا جاهزين؟ ترجع. واحد اثنين ثلاثه. واو ويزي صحتك. الخدعه لليوم.
ايش حبيت؟ اوكي جايز خليني اعلمكم هذا السحر. شو السحر نارين؟ بس حتى بتعمل هيك على الكاميرا بالكاسه بين في بطاطتين بالكاسه. بعرف انا شايفها اصلا من زمان بس حرام عم سلك لها. انت غبيه انت غبيه. حطيت بطاطتين ومسكوها ايه وبتمسك بتكن كاسه بلاستيك لحتى تقدروا فبتحملوا. هذا شوفوا نعم انا شوف بسرعه 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 عم بغمضك. يلا روح. المهم شو بك؟ تعال شوف نشبه بعض. انا احلى. اوكي يا جماعه طولنا عليكم ظن. اخر فيديو نزلته يا جماعه كتبتوا لي بالكومنتات انه بدكم تحدي لو خيروك، فانا اليوم قررت اعمل مع ثلاثي المرح شيرين وسدرا ونارين فيديو لو خيروك، بس مو مثل اي فيديو خيروك على اليوتيوب. شو رايك نروح نقول لهم هالحكي؟ هذا احلى فيديو خيروك على اليوتيوب. احلى فيديو خيروك على اليوتيوب. الله حيو. يعني ما رايكم شغلات سهله، ها شغلات كثير صعبه حتكون. ماشي اوكي. انا متحمم جديد سو ما في اي شيء اتوسخ فيه شعري او هيك. اي دونت كير. يلا ثاني شيء ما اشرب شيء لانه بتقلب معدتي وانا عم حاول حافظ على هيلثي روتين. بس يس شو بتحكي هالبنت؟ مستحيل. شو بتحكي؟ مستحيل. شو بتحكي؟ يلا خلينا نبلش بالفيديو. روح لجنب. مرحبا اصدقائي كيفكم؟ لا لا عملت المقدمه خلصت. بتعرفوا فيديو اليوم شو حيكون يا بنات؟ يس. شو هو؟ لو خيروك. صح بس لو خيروك صعب كثير كثير كثير. ها اخر مره عملنا لو خيروك كان يمكن 2017. ايه اوه انا حاعمل فيديو واتس ان ماي باج. لو خيروك رح اعمل لكم اياهم كثير صعبين. شو ما بقلكم رح تعملوا ماشي؟ يعني لازم تختاروا وحده منهم. اوكي؟ اوكي. يلا مين اول واحد رح يبلش؟ انا. شيرين شيرين كبي مي على جلال هو ونايم او ضعيتي هلا تخوفيها لماما وهي عم تفوت على الغرفه. انا كيف بخوفها؟ لا شيرين بدها تخوف ماما. خلينا نحط الكاميرا على وش ماما. انت اياكي تعيطي وتبكي قوي بدي ماما تفوت للغرفه. عيطي عيطي قولي ماما. روحي 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 ورا الباب او تصحي لو انا ارعبك خوفيها. لا 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 خلي تعيط وتفوت بحيث هيك تجي. طب طبوش يا عم. اوكي يلا اثنين كلكم عيطوا كلكم عيطوا. واحد اثنين ثلاثة. لا خوفك عم نعيط. انا خوفك ما زبطت. لا ركضت فاني شوفي شو عملت. انا خلص روحي خلص روحي مشكوره ماما. باي باي شيرين. يلا ما شيء لك. لا شعيب خلاص بكفي. قول بعد اذنك يا ملك. بعد اذنك يا ملك. يا ملك يا داج راسه وكبيرنا. شيرين حظك حلو. شيرين كان اسهل شيء. ما حلو حظك كثير حلو. اوكي كثير حلو. سدرا لو خيروكي تحطي صوره بشعه على ستوري انستغرام شي بدنا او تفتح الرساله الانستغرام وتدقي لحدا متابعين تحكي معه. دق لحدا متابعين. سدرا مستحيل تحط صوره بشعه عليها. ليش حاسه انا تارك لي شيء؟ انت تارك لك اصعب شيء. يلا سدرا نقي شي حدا. بدي اقرا من انستغرام. سدرا انستغرام انستغرام راحت فتح على الاتصالات. طلع فتح على الاتصالات. افتح الانستغرام دقي لاي حدا فيديو كول. اربي هيك على اربي على الانستغرام. عبرنا عبرنا عبرنا. هاي مرحبا مرحبا. معك عائشه. معك العنود. كيفك؟ بتحبي تطلعي بفيديو؟ ايوه. اوكي عم نصور. هاي ساره. هاي هاي ساره. نور هذه. هاي ساره. هاي نور ولا ساره؟ شو اسمك شو اسمك؟ نور. شو اسمك الاسامي؟ انا امبارحه حكيت لاخواتي انه انت كتبتي لي ورديت عليكي لما كنتي نايمه. بدنا نسالك سؤال. بتحبي انه نحن الاربعه نطلع ونهجم على جلال نضربه؟ ايوه. اوكي اوكي جايز نحن ناس بتحب متابعينا وما بترفضنا طلب. اكيد لا على جلال الحقوا. يلا تعالوا اسكم 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 اسكم. كان متخبي كان متخبي. لا شافنا شيروان دك سمعنا كان واقف هون متخبي. لا 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 نو هرب 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 هرب. ليكو 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 ليكو. جلال تعا صلح تعا تعا شوي تعا صلح. ما راح اعمل لك شيء. خلصني. وينك؟ شلون سمعتنا؟ تعال ما راح اعمل لك شيء. تعال تعال بس. شلون سمعتنا؟ ها؟ جيبوا 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 للكلب. حطه هون حطه هون حطه حطه.
انت اتركوا 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 للبنات اتركوا للبنات اتركوا للبنات. شوف انا شعري 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 شوف انا لا 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 مو هي مو هي بشرفك لك صدره شريعة تفرجوا حرام ضربوه. خلص حاج 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 حرام حرام جلال انت منيح بدك تخبى ولاك بجيبك يلا قدامي يجي عايش عايش يلا مشو قدامي على غرفة نارين اجا خليني استلم شوي. لا ما في شيء اخواتي يا كابر دورك نارين اخر لو خيروا يلي هي يا تدقي لبابا وتعيطي عليه تعملي حالك زعلانه منه يا اما تكسري اغلى قطعه مكياج عندك. الو هاي بابا مالي منيحه والله انت بدك تقول لي خير شو ما بعرف يعني ما بعرف بصراحه شو احكي شو بدي اقول طيب خلص ما عاد بيب لا اله الا الله حطني هيك بمواقف بشربحتي يا نصيب انا شكلي شكل واحد ربحان يا نصيب طب ايش في ليلك عم تحكي احكي مثل هذا يا تكريمتي 2000 years later خلص ما في شيء بس بعدين بتفهم لحالك خلص ايش خلص سدرا خلص قولي لنا ما بدي احكي معه خلص خدي خير بنتي شو في بابا I love you أنا آسفة هيشيرو أوكي جايز بصراحة حبينا نرجع بهالفيديو الفيديوهات القديمة وشو كنا نعمل من قبل هي أول ما بلشنا يس هي ذكرى لأول ما بلشنا يس كان حلو فكرة حلوة كل شيء أفكاري كلها حلوة أنا يلا أوكي جايز لهون كن وصلنا نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو شو لازم تعملوا لايك وفعلوا الجرس وفعلوا الزمور على اول انستغرام وكتبوا لي تحت بالكومنتات شو بدكم فيديوهات لحتى نعملها نحن كلياتنا سوا ونحن شو بنحبها كثير شاركوا بقناتي قناة نارين قناة شيرين قناتي باي.